بالجراثيم طبعا بالرسم طبعا. فهنا دي الرسمة اهي موجودة. فعندنا أشباه جذور، أشباه جذور اللي هي تحت سطح الأرض. وبعدين عندنا دول اللي هو فيه حوافظ جرثومية اللي هي الحمراء، وبعدين بتتشقق لما بتبقى فيه رطوبة والجو كويس فتنفجر، فتنزل الجراثيم في تربة، التربة بيكون فيها مية ورطوبة، فتبدأ كل جرثومة تعمل لنا انبات، جرثومة تعمل لنا نبات تاني جديد صغير. فده اسمه ايه؟ التكاثر بالجراثيم. فعندنا التكاثر بالجراثيم بعد نضج الجرثومة تتحرر من النبات الأم لتنتشر في الهواء. عند وصول الجرثومة إلى وسط ملائم للنمو تمتص الماء وتشقق جدارها وتنقسم عدة مرات ميتوزي حتى تنمو إلى فرد جديد. بعد كده عندنا زراعة الأنسجة في نبات الجزر. فعندنا هنا في البداية إن هنا أهو نبات جزر كامل، فهناخد قطاع عرضي من جزرة، نبات جزري. فطبعا القطاع ده بيبقى متكون من عدة خلايا كتيرة طبعا. فهناخد هنا في أنبوبة زجاجية، هنحط فيها لبن جوز الهند، وهو ده وسط شبه غذائي فيه هرمونات نباتية ومواد غذائية. ونحط ايه خلايا الجزر فيه، فتنقسم الخلايا ميتوزي وتكون لنا في الاخر الجنين. الجنين هناخده في انبوبة زجاجية اخرى هتعمل لنا ايه، هتعمل لنا البادرة، يعني يبدأ من الجنين يبدأ ورق اخضر يظهر وحاجات زي كده لغاية ما يوصل لنا للنبات الايه الكامل. ده بنسميه زراعة الانسجة في نبات الجزر، وده كالتكاثر بالجراثيم.